فقراتنا الصباحية لليوم لم تكن الدراما السورية إلا بصمة لا تشبه غيرها في العالم العربي. بالطبع هي الصناعة لا تقف على إبداع ممثل أو قدرات مخرج أو قوة نص، بل هو مزيج بين كل ما ذكر. ميسان، تنوعت النصوص الدرامية وجسدت بكثير منها حالات واقعنا المعاش، وكانت أصدق تمثيل ونقلته بصدق وبإبداع. اليوم صباحنا غير لليوم، رح يكون مع الكاتبة ديانا فارسي. سعد صباح صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم، كل سنه وانتم سالمين ورمضان كريم. يسعد صباحك ورمضان كريم. يعني ديانا بلش مع حضرتك من الكتاب الشباب واللي شاركتي بعده نصوص، شاركتي بمسلسلات دراميه مثل بقعه الضوء، كتبتي بمرايا. يعني هلا مثل هيك انماط دراميه قديش هي، يعني فينا نقول عنها السهل الممتنع لحتى الواحد يوصل فكره مهمه يعني حابب انه يطرحها. هلا هذا نوع من الدراما كثير مهم انه ينطرح بكل فتره وفتره، لانه بيعمل عمليه نقد للمجتمع بشكل عام من خلال شيء كوميدي هادف، يعني افضل من شيء اسمه تهريج. مرايا بدا هو السلسله الاولى وكان هو اللبنه الاساسيه اللي حطها الفنان القدير ياسر العظمي، وبعدين اجت بقعه ضوء تحت اشراف الليث حجو، تحت اشراف ايمن رضا، الفنان باسم ياخور، عملوا شيء كثير مهم بالمشروع واستمر المشروع لغايه يعني هذا رمضان، وهذا شيء انا برايي كثير صحي ومفيد. صحيح هي لوحات عم تكون احيانا ما تاخذ بس الاطار السياسي الساخر او الفساد الاداري، عم تاخذ شيء اجتماعي ايضا، بس المشروع كبر وصار غني كثير وصار معروف، يعني حتى منتشر عربيا كثير. كمان يعني ديانا، اليوم لاي درجه المشاهد السوري بحاجه انه يشوف هيك نقد عبر لوحات صغيره وسكتشات بعيدا عن السلسله الدراميه؟ ال30 حلقه فعلا. على فكره هو انا كوني اشتغلت السنه اكثر قدر ممكن من المتابعه الدراميه لبقعة ضوء كاشراف درامي، لاحظت انه كتابه اللوحه اصعب من انك تكتبي خماسيه او عمل، لانه الاهم شيء القفله طبعا، والقفله واضافه لانه انت عم تخاطبي مشاهد كثير واعي ومطلع على كل شيء، يعني ما فيكي انه تستخفي بضحكته، تستخفي برايه الشخصي. لاحظت مثلا في ناس ما لها علاقه بالكتابه بلشت تبعت افكار لبقعة الضوء، يعني من الناس، فهو منتشر بشريحه كثير واسعه من الشعب السوري، وبتلاقي اي حاسه حتى بتصير بيقول لي معلش هي لبقعة الضوء، والله هي غرض هي الفكره لبقعة الضوء، حرك يعني حرك الجو تماما. وانا برايي هذا شيء كثير صحي بالدراما، يعني هي خطوه تسجل فعلا للانتاج، لشركه الانتاج، بانه هذا المشروع مستمر وبنتمنى له طبعا انه كل ماله صدى ياخذ اكثر ويجي وجبة مخرجين يفهموا روح بقعة الضوء. يعني شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي اديج اذا بتذكري، يعني انتشرت صوره للفنان سلوم حداد عم يجسد فيها دور ترامب، ويعني كل الناس بفضول كبير نشرت هالصوره لحتى تعرف شو هي السكتش اذا فينا نقول عنه، خبرينا عنه وليش لقى هالصدى من مجرد صوره. صورة، اولا الفنان سلوم حداد هو فنان قدير وكبير، فاسمه يعني اول مره بيدخل لبقعة الضوء لهي الاسره، وكان متردد بصراحه، يعني انه كونه في شيء نمط جديد من الشيء اللي عمله. تابع الطفل من الصغر، وهن الاكثر شريحه الاكثر واسعه موجوده بالمجتمع، وهن كثير عندهم المشاكل كلها بتكون عندهم، فاخترت شيء له علاقه ببيئه شعبيه، بحاره شعبيه، تبع انه هيك كيف هيك طفله بخبوها عشان ما تظهر، لانه معاناه الاهل كمان وبيعتبروها عار شوي كمان، يعني كثير في منهم مخبيين، يعني ما طلعوا الا بالفترات الاخيره تجرأت الامهات تطلع بناتها خارج المنزل. قديش جسدتي يمكن هالموضوع عبر الفيلم، يمكن كان في رساله توعويه ايضا انه الاهل ما يخجلوا فيهم، لانه سميناه عرائس السكر، انه هدول عرائس السكر، يعني ما تستحوا فيهم، هدول كثير حلوين وهن حنونين. بعدين في علاقه جسدتها بين الطفله والام، هن افضل من الاطفال التوحد، بيشعروا بامهم حنونين كثير، عاطفتهم جياشه للام، واذكياء جدا عباقره، بيكونوا اغلبهم يعني في اتجاه محدد عبقريين فيه، نسبه الذكاء عاليه، يعني في منهم مثلا بيحب الحساب، في منهم بيحب شيء معين وبيبدع فيه، فهن قابلين كثير يتطوروا، وهن يعني وضعهم اسهل بكثير من موضوع التوحد، فكان في اضاءه لنوع من انه هدول ما لهم اعاقه يعني انتهت عندهم الدنيا، بالعكس هن قابلين انه يتطوروا، قابلين يصير اذا في حال انوجدت المراكز اللي تخدم، انوجدت الـ يعني الظروف الماديه اللي تساعد الاهل.
واهم شيء ثقافه الاهل، ويكون في عندهم وعي كامل كيف بيقدروا يطلعوا هالشيء الجميل داخل اولادهم ويساعدوهم. تمام، ويساعدوهم خاصه الفتيات منهم، يعني كيف انه ما يخافوا، يعني يلاقوا طريقه، ما في حلول كثير غير اللي لجأت له الام بلحظه وترددت مثلا. الى اي حد بتحسي مسؤوليه كتابه نص فيه وموضوع انساني يعني عليك؟ يعني في مسؤوليه بطرح الفكره كيف بدها توصل للناس؟ في مسؤولية خاصة انه في ممكن انت تنفري الناس بلحظة، لانه انت عم تعرضي اعاقة على الشاشة مدتها ساعة ونص، فكيف بدك تحاولي الجمهور يتقبل هذا الموضوع بطريقة ما، وكيف بدك تعرضي الالم؟ فكانت الطفلة ساعدتنا روحها حلوة، يعني كانت مثلا ضفت مشاهد الرقص، ضفت مشاهد النهفات اللي تصير، شخصية الفنانة غادة بشور، حاولت اني شوي خفف من المأساة بالفيلم، وهي فعلا كتابة صعبة لانه هي رسالة، فانت حاطة حالك على يعني على الحد اللي ممكن الناس ترفض او توافق انه انت تدخلي لهذا المجال اللي هو تابو، هو بكل الاحوال هو تابو مغلق. هيك نصوص بتعكس حالات كثير معاشه وكثير مهم انه يتسلط الضوء عليها. قديش بتحسي انه بالبدايه في صعوبه، وايضا التسويق لهالنص قديش بتلاقي له صعوبه؟ دائما الاعمال اللي فيها هم او فكره او رساله بتلاقي صعوبه بالتسويق، دائما الاعمال التجاريه اللي هي بتبقى لايت وخفيفه بتلاقي دائما سوق واسع لها، بحجه انه نحن عم نقدم ماده الترفيه. فانا ما بدي لوم انه يعني اتجاهات المحطات التجاريه لاعمال، لانه هي بالنهايه موضوع بيع وعرض وطلب وبيع وتسويق، لكن بلوم احيانا انه لما بيطلع لجهه حكوميه قطاع دائما بيحمل رساله، بلوم احيانا انه ليش انتم بعاد عن هالموضوع؟ يعني بين خمس اعمال يطلع عمل او ينضاف خط نضوي شوي على هي الرسائل، نحكي شوي عن هموم المراه، يعني نعرض شغلات تتمرق بالدراما. ممكن انا ما عم طالب شركات خاصه لانه هي محكومه بالانتاج، بس عم طالب انه في عنا مؤسسات، في عنا جهات تنتج، فممكن نحن يكون في دائما كل سنه مشروع هادف لهالشيء. كيف عم تشوف في واقع النصوص يعني حاليا الدرامية؟ خلينا نحكي السنة، أنا ما كنت متفائلة كثير السنة بصراحة إني أشوف شيء ما شفت، وكانت هي الإشارات عم يعني عم تنذر من السنة الماضية واللي قبلها إنه في شيء بالدراما السورية يا جماعة عم ينزل، عم يعني أخذ خط النزول وليس الصعود. ما يعني أنا ما بعرف شو الأسباب، هل هو موضوع الأزمة، الكتاب تفرغت، يعني الجيل الجديد اللي إجا عم يكتب ما عم يكتب بالنفس الكثير أكاديمي، عم يكتبوا بنفس مدبلج يعني او متاثر، ما في ابتكار، يعني في تاثر واضح، في تاثر. إيه هلا انا من خلال حركه النصوص اللي عم بقراها واللي عم تجي عم حس احيانا انه اول ما بمسك العمل بلاقي المشهد الافتتاحي تركي فورا، يعني انه خلص هذا هو. ف يعني الجو شوي ماله كثير صحي، ما بعرف كيف بدنا نتجاوز، لازم نرجع نستفيد من الادمه، الدراميين الادمه الكتاب لازم يعملوا ورشات، يصير تكثيف. في شغله جديده انه نحن ليش متوجهين صوب هذا النمط؟ ليش متاثرين؟ للاسف الدراما اللبنانيه هي اللي فرضت حالها علينا هلا. يعني نحن هلا رحنا ساعدنا وعملنا شيء بلبنان، دخلت لبنان لعنا، بدل يعني ليش هذا التاثر؟ ما في حمايه، ما في حصانه، انا اللي تفاجات فيه انه ما في حصانه باعمالنا الدراميه. السنه كثير يعني للاسف يعني التشاركية بالأعمال للدرامية أنا برأيي ما كانت جيدة، لأنه ما في حصانة، أرضيتنا ما كانت أبدا متينة، يعني وخاصة في قسم طلع سافر وصار يكتب هنيك وتأثر بنمط هنيك فصار في غربة. يعني هي من احدى الاسباب اللي ذكرتيها، كمان ذكرت لنا ديانا سبب انه نحن يمكن كتابنا اليوم كثير عم توجهوا بشكل كثير كبير للازمه. دائما بينطرح هذا السؤال انه اليوم الكتاب هل يجب عليهم انه يعكسوا الواقع المعاش بالازمه، ام لازم يبتعدوا شوي لحتى يمكن ما يكون عكس يمكن للشيء اللي عم نمر فيه، نعيشه يمكن بمرحلتين وبطريقتين عن طريق الدراما والمسلسلات التلفزيونيه وبواقعنا معاش؟ انت شو بتقول؟ انا بقول انه نحن بنبتعد عن الازمه بس ما في ذكاء، يعني في عندك انت شخصيات ما لها دافيه، ما لها حياتيه، الناس عم تتقبلها ضمن قالب معين متاثر بشيء، يعني ما عم شوف انا شيء جديد، ما عم شوف شيء حياتي انساني. ما عم نقول نعمل عمل كامل عن مثلا القذائف، عن الناس اللي بجوز لحتى نخرج شوي من الحاله الهم العام اللي صار، بس لازم نحن كمان ما نبتعد، ما يصير هالغربه انه نجيب شخصيات عم تستوردي شخصيات مو مننا وما بتمسنا ولا بتمثلنا بشيء.
فهذا مشكلة إنه الناس في قسم عندك جيلين هلأ موجودين، جيل هو المراهقة وفي جيل الكبير بالعمر، في جيل غاب. فهلأ أنت عم تتوجهي بأعمال كتير متدنية لهذا الجيل اللي هو هلأ خطر اللعب بأفكاره وبتوجهاته. الجيل القديم ما عاد يتقبل الشيء الجديد اللي أنت عم تطرحي، فمعناتها أنت ما عندك تقبل داخلي هون. والدراما أنا برأيي المصرية هي اللي عم تكون أوسع، وهي اللي عم تنطلق هلا، عم نشوف انه عم تروح يمكن للمنافسه تماما اللي كان ذكاء بكتابه النسج العام للشخصيات وتكوينها وللكاريزما. دائما متعودين على الدراما السوريه، دائما عم تحقق حضور كثير كبير وقلق، نحن اكيد نتمنى يرجع هالقلق للدراما، لازم ينشغل عليه يعني حرام. كمان نتمنى لك كل التوفيق ان كان بمسلسلاتك والدراما وان كان بالاعمال السينمائيه. شكرا كثير لك ديانا جبور الكاتبه. شكرا. شكرا لك. شكرا لك كثير ديانا، ونتمنى لك كل التوفيق، ودائما نتمنى الكتاب السوريين يقدموا لنا كل شيء بحتاجه الشارع السوري. شكرا نتمنى لهم الدعم طبعا، يتقدم لهم الدعم الكافي ليعملوا شيء. شكرا لكم، كل سنه وانتم سالمين. انت سالمه يا رب.